السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللقاء الماضي تكلمنا في موضوع التركيز على جواهر الأمور، واللي قبله تكلمنا في الاحتواء. ألم نقل أن الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة ذكر أن قريشا وكفار العرب في المدينة من أول يوم كانوا وإذا خلوا إلى شياطينهم، الشياطين المقصود قيادات المدينة من اليهود والمنافقين اللي كانوا يخططون ليل نهار لوأد الدين الجديد. الآن هذه الخطط تأخذ مجالات كثيرة، في مجال إعلامي، وهذا كان يركز فيه على الشعراء، ينتشر الشعر لذم النبي صلى الله عليه وسلم، دم المؤمنين. في جانب بسموه الإشاعة، نشر الإشاعة، وهذا من عوامل الهدم في أي مجتمع عندما تنشر الإشاعة وتكثر الإشاعة وبطريقة يعني سلبية. لذلك الأمر الأخير، الأمر الأهم في الإشاعة، الأصل سورة النور دربتنا وعلمتنا أدب التعامل مع الخبر غير اليقيني. أولا لازم نظن بإخواننا وأخواتنا المؤمنين خيرا، واضح؟ عكس الخير إيش الظن؟ بصير الظن ظن السوء، ما بنظن سوء في إنسان. ثانيا نفسر كل حدث أو قول سمع عنه أو عنها لمصلحتها لا لمصلحتنا. كيف يعني؟ فلانة ما سلمت عليكي، شايفة حالها. لا، أنا ما برد على هذه شكرا، ما برد على هيك إشاعة، بقول لعلها ما انتبهت علي. هيك أنا أورث في نفسي سلامة الصدر، سلمت صدري وظنيت بأختي خير، وسكتت اللي جاءت وقالت لي الفتنة اللي هاي حمالة الحطب، حمالة الحطب اللي تشعل النار إن كانت يعني خفيفة تشعلها بإضافة الحطب. لا، المسلم لا يفعل إذا يثق. اثنين، إذا كان في شيء ذي بال أرجعه إلى أولي الأمر، أرجع الأمر إلى المسؤول أو المسؤولة، أو إذا كنت أنا في مسجد الإمام، كنت في البيت لأهل البيت، كنت في مركز إدارة المركز، أي مكان في أهل الحل والعقد، نقول والله سمعنا كذا وكذا، تولوا أنتم الموضوع. فنشروا الإشاعة وأرسلوا أشخاصا يسألوا أسئلة ليشككوا في الإسلام، ثم قياداتهم ذهبوا وأسلموا في الصباح وارتدوا بعد العصر، وهذا موجود في النص القرآني واضح. شيك آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. إذن هذا أسلوب أيضا من أساليب الحرب. فوضع الأوساخ في طريقه كان من أساليب الضغط النفسي. أنت، أنا إذا بدي أخلي إنسان غير مستقر في حياته بعمل أساليب، من ضمن الأساليب أضغط نفسيا، لأنه إذا ضغط الإنسان نفسيا ممكن يتصرف تصرفات يغلط فيها فتمسك عليه ممسك، وهذا اللي بيستخدموه اليوم في الميديا في الإعلام. إحنا بنعمل حدث، نفتعل حدث، بنخلي الإنسان يستفز، إذا استفز شو ممكن يعمل؟ يتلفظ، يغلط، يتصرف، تماما زي ما صار في الرسومات أيام الدنمارك. لما صارت الرسومات بعض ردات الأفعال من المجتمع المسلم في بلاد المسلمين سببت لنا أذى أكبر من الأذى اللي عملته الرسومات. قتلوا
وخربوا وحرقوا. طيب هم اصلا بدهم اياكم تعملوا هيك مشان شو؟ مشان يشوفوا، شوفوا كيف المسلمين همجيين، شوفوا كيف بخربوا بلادهم، بيحرقوا سياراتهم، بدمروا محلاتهم. لم بلا في من الشعوب المسلمة البسطاء، يعني هم العاطفة حركتهم، فراحوا عملوا مسيرات وخربوا لأنفسهم. هذا أيضا سماه القرآن الاستفزاز، هذا بسموه الاستفزاز. فرعون طبق هذا على بني إسرائيل، فأراد أن يستفزهم من الأرض، الاستفزاز من الأرض أن تجعل حياة الإنسان غير مستقرة، في ضغط 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 ضغط، فالضغط شو يولد؟ الانفجار. ذلك بنقول للأزواج اوعى تضغط زوجتك بسبب ماذا؟ الكلام الكلام والانتقاد 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 والكلام. طب كثرة الانتقاد تولد اما ان تشعر هي تصدق انها انسانة يعني مش طبيعية، هي الاخطاء كلها فيها، تفقد ثقتها بنفسها، او تصير عدوانية. اذا انا مش عاجبتك خلاص انا معناته بدي أطلع أو بدي أطلق أو ما شابه. فإما بيكون هذا بسموه في علم النفس، إما بيكون ينعزل عن الناس وبصير عندها كآبة، بصير تكتئب دائما انتقاد انتقاد، وخاصة مع الأولاد والأطفال ديروا بالكم. شو بفهمك؟ أنت ما بتعرف، امشي من وجهي، ما تحكي. الولد إما بصير عنده انكفاء أو بصير عنده اكتئاب وبيعزل نفسه، وهذا بنواجهه إحنا في المدارس، أو بتحول لشخص عدواني، فبتلاقيه بده يعبر عن هذا الغضب من خلال تكسير الألعاب، تخريب الشنطة، شنطة المدرسة، في البيت أي شيء بيستخدمه بيستخدمه بعنف، فبتلاقيه كسر إيد الباب وكسر التلفزيون وصار يضرب الزملاء في المدرسة وهكذا. كل هذا سببه الضغط النفسي. فمهم جدا إنه الإنسان يتقي الله عز وجل في العالم اللي بيعيش معاهم وما يضغطهم نفسيا. وأجمل أسلوب بنعلمه وبنتعلمه talk to me not talk about me. talk to me، شايف علي إشي تعال. ورحم الله امرئا أهدى إلي عيوبي، تعال قل لي والله يا أبو عمر أنت في اليوم الفلاني قلت كذا وكذا. وما بكفي تقول لي قلت كذا وكذا، لازم نتكمل، لأنه بيقول العلماء توصيد الرسالة فيه أربع محاور، فيه أربعة محاور. المحور الأول أن تنقل الرسالة، تقول. اثنين، لازم تنقل المشاعر وتقول والله هذا أحزنني أو زعلني منك أو أغضبني. بعدين تطلب طلب واضح وصريح، قل له من فضلك ما تعيدها. الأخير وتقول له أنا مش حامل عليك، to clarify your heart. إذن والله يا زوجي أنت قلت كذا، هذا الإشي زعلني أو زعل أمي، حكيت كلام زعل أمي، ما بصير، ولو سمحت بتمنى إنه هذا الكلام ما يتكرر، وأنا مش زعلانة، مش حامل عليك في قلبي. هكذا تصل الرسالة. تفضلي ستي. ما هو بنقول له نبهه، لأنه أحيانا شو بصير أختي، أحيانا الناس لا تعرف أن ما فعلته أغضب الآخرين، أو ما قالوه أغضب الناس، فلا بد أن نعلمهم ابتداء. هلأ بقصد أو بغير قصد هذا لا يبرر الخطأ، الخطأ لا يبرر، الخطأ خطأ. أما هل يترتب على الخطأ عقوبة؟ لا، لأنه ما قصدش. لكن مهم يعرف أنه هذا الكلام أو هذا الأسلوب، يعني أنا قلت مرة في خطوة من الخطب أو في المحاضرة، بقول بعض الأزواج لما تيجي حماته عنده بصير يتكلم عن سلبيات زوجته أمام حماته، يعني عن سلبيات البنت أمام إمها. طيب هذا مش منيح، مش منيح، بالعكس أنت لازم تروح تحكي أمام حماتك إيجابيات بنتها، لأنه بالنهاية هي بنتها. لا ما بيصير، لا مش المفروض نخاف من بعض، المفروض نحترم بعضنا البعض، لأنه بالنهاية هذا قرارك أنت، اخترتي هذا الرجل وأن هو اختار هاي الإنسانة، فلا بد أنه نحترم بعضنا البعض ويكون في نوع من الشفافية. نتكلم اليوم في ما يتعلق بحفظ الإنسان في غيبته، حفظ الإنسان في غيبته، سمعة الإنسان.
ما هو الهدي النبوي في حفظ ما يسمى إحنا بالآنر، الآنر الشرف، السمعة، الاسم؟ شو البروسيجرز اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها وطبقها في حياته؟ وهذا مهم جدا الأمر. الأول أو أول شيء، الناس أمام الله عز وجل سواسية. بمعنى، هل الإنسان سيحاسب يوم القيامة على لون بشرته، على طوله، على قصره، على من هو أبوه ومن هي أمه، في أي تاريخ ولد، في أي بلد ولد، ما اللغة التي كان يتحدث بها؟ لا. لماذا؟ لأن هذه القضايا ليس لنا فيها خيار. واضح؟ ليس لنا فيها خيار. على ماذا سيحاسب الإنسان؟ على القضايا التي لنا فيها خيار. قد يكون العمل أحيانا ليس بخياري، هذا لا يحاسب عليه الإنسان، الإكراه والإجبار أو ما شابه، لكن ما كان لي فيه خيار، أقوالنا وأفعالنا بشكل عام نحن محاسبون ومؤاخذون عليها. هذا الأمر الأول. إذن فيما يتعلق بحفظ كرامة الإنسان وعرض الإنسان وغيبة الإنسان، لا يجوز أن أحكم على الإنسان بسبب شكله أو لونه أو لغته أو بلده. والله ما هو إحنا يعني، يلا ما هو مكسيكي، ما هو سوداني، ما هو مصري، ما هو فلسطيني، ما هو أجنبي، ما هو خليجي، ما هو أمريكي، طب ما هو مسيحي، ما هو يهودي. هذا الكلام لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل به ولا يسمح به. الناس سواسية كأسنان المشط، ولا يميز الإنسان عن غيره أشياء ليس له بها خيار. أنا لذلك، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، لنتخيل معا كيف ستكون إجابتها. أنا بعتقد ربنا عم بيقول هذا الكلام في القرآن مش أن يوصلنا رسالة، إنه هي حتقول أنت يا ربي السبب، قتلني أبي، إذا كانت بنت، لأنك أنت رزقته إياي أنثى. رزق يعني لسان الحال، هذا ليس لسان المقال، حتى يزيد من ألم الوائد. أنت قتلت الفتاة لأنني رزقتك إياها أنثى، هكذا ترد النعم وتشكر النعم؟ لذلك ربنا ماذا يقول في القرآن؟ يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. الطفل هو هبة من الله سبحانه وتعالى، سواء كان ذكر أو أنثى، فكيف ترد؟ كأنك ترد هذا على الله سبحانه وتعالى. احنا شو دخلنا في هذا الموضوع؟ كنا نحكي في ماذا؟ احنا ما بيجوز نفرق بين الناس بحسب اللون والجنس والشكل. طيب، الامر الثاني، اذا انا شفت على اي انسان ملاحظة اتكلم معه لا عنه. مشكلتنا احنا خاصة بين حتى في المجتمع المسلم، بتلاقيها بتحكي مع كل النساء إلا مع الشخص المعني. طب أنت زعلتي مني، ليش كل الجالية بتعرف أنا شو عملت لك وأنا ما بعرف؟ مش هذا اللي بنسويه إحنا؟ طيب ما هذا التدين؟ أي تدين هذا؟ أليس هذا من باب أول شيء فيها غيبة ولا لا؟ ذكر الإنسان، عليكم السلام، ذكر الإنسان بشيء لا يحبه، في غيابه ولا في عدم غيابه، ما هي شيء لا يحبه. طيب لماذا نحن أبناء المساجد وأبناء الصلاة وأبناء القرآن لا نلتزم بهذا الموضوع؟ الغيبة ولا الغيبة، شو أصح؟ الغيبة. الغيبة إنه غايب مسافر. الغيبة، سبحان الله، لو شفنا واحد بيسكر كلياتنا ننكر عليه، أليس كذلك؟
طيب لماذا نرى الذين يغتابون ولا ننكر عليهم مع أن الغيبة جريمة كبيرة جدا؟ لماذا؟ هل لأنها عمت بها البلوى صارت مألوفة؟ هذا ليس مبررا. إذن الأمر الثالث، أنا زعلت من أم اليمان، حكت أم اليمان شعرت بشيء، أول إنسان بحكي معه هو صاحب العلاقة. إذا حكيت لشخص آخر هذا يسمى فضيحة، فضحت، وهذا لا ينبغي، والقرآن نهانا عن هذا، والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن هذا. بدك تتكلم، تكلم معي أنا، وفي طريقة، في أسلوب، في يعني إتيكيت، كيف نبدأ الحوار، نبدأ الكلام، ونبدأ بالإيجابيات أولا ثم نأتي بالسلبيات. وزي ما قلنا أنا مش حامل عليك، لكن صار كمان في، تفضلي. لا، المفروض المسلم ما عنده عصبية. أنا كمسلم المفروض ما أتعصب، لا أتعصب لابن بلدي ولا أتعصب له. الغضب قصدك؟ لا الغضب من الشيطان، مش مفروض نغضب، مش مفروض. واحد يحكي لك روحك عليك يا مثلا هيك، فانت بتروح بتقاتله قبل ما انك تعرف الموضوع. لا لابد ان نتاكد اختي، لانه المشككون كثر واصحاب النفوس المريضه كثر. لابد ان اتاكد هل فعلا والله بلغني كذا وكذا، هل قلت هذا؟ فاذا قال والله قلت، اوصل الرساله التي في قلبي له. وهذا بصير بيننا، يعني بنسمع احنا كلام كبير عادي، والقرآن علمنا هذا المنهج. لما ذكرت سورة البقرة إنه وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة، يعني أعطوني البرهان، جيبوا مثال. فالمسلم دائما take it easy، come down، هدي، هدوء. يا الله ما أجمل الشخصية الهادية، هذه سمة وسمت النبي صلى الله عليه وسلم، الهدوء. ذلك امبارح كنا نقول كيف تكون أداب المناظرة؟ إذا جاء شخص يناظرك اسمع له، اسمع. هكذا كانت شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يسمع 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 يسمع، ثم إذا الشخص المقابل أنهى ماذا يقول؟ هل فرغت؟ فإذا قال نعم قال اسمعني. إحنا والله إحنا، أنا بحكي عن اللي بشوفه، لما الزوج وزوجته يتكلموا لا حدا بيسمع ولا حدا بيسمح للتاني يتكلم، هذا بيحكي وهذا بيحكي in the same time، لا هذا سامع الثاني ولا هذا سامع الثاني، وبصيروا يصرخوا. طب اسمعني، دعني أنهي فقرتي كلامي. لذلك أنا بحب دائما لما نعلم الأولاد نعلمهم أدب الحوار، أدب الكلام. إذا تكلم الآخر لا تقاطعه، وإذا أردت أن تتكلم استأذن، هل يمكنني أن أتكلم؟ نعم تفضل، تدلي بدلوك. أما قضية الاتجاه المعاكس، تسمعوا بالاتجاه المعاكس، هذا ليس مناظرة وليس أدب وليس احترام، وبتضيع الفكرة، واللي صوته عالي هو اللي بيصير يسمع، واللي بيسب أكثر. لا، في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسمع 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 يسمع، وكان يأسر قلوب الناس بأدبه في الاستماع. وحسن الاستماع من الأخلاق الحميدة للإنسان. لذلك عندنا كم أذن نحن وكم فم؟ واحد. لنسمع أكثر مما نتكلم، وكلما سمعت أكثر كلما تعلمت أكثر. إذن النقطة الثالثة، نتكلم مع الشخص. النقطة الرابعة، إذا ما نقل لي إنسان كلام عن أخ أو أخت، على طول شو بعمل؟ أسكته، لا أكرر ولا أنشر ما قال، وإنما أقتل الإشاعة في أرضها. تكلت on the spot، ما بنشرها، ما بروح بمشي بالنميمة. ما هي النميمة؟ ما هي النميمة؟ لمين؟ هو النميمة في اثنين، في شخصين أنا بدي أوقع بينهم، هاي النميمة. بروح للأخت، شو اسمك الأخت؟ حكت كذا وكذا وكذا، وكنا جالسين وحكت وما خلت وما عملت. وبروح ل وحكى، هذا هو المشي بالنميمة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام. ها
هماز مشاء بنميم، لا يدخل الجنة. النمام اللي بينم على الناس، بيوقع بين الناس، طبعا هذا في افتراء وفي كذب وفي زيادة على الحقائق وتشويه سمعة. أنا إذا بنت مسجد وبنت قرآن، مش لازم أسمح لحدا يكون من صديقاتي أو من أصدقائي ويكون عنده هاي الأخلاق. بدي أحاول أنصحه أول مرة وثاني مرة وثالث مرة. إذا شعرت أنه مش عم بيرد علي ماذا أفعل؟ وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. أنا لا أجلس في هكذا مجالس، لأنه إن جلست كأني وافقت فأشترك معهم بالإثم. هذا الكلام أيضا من أنه أصله لأولادنا وأخواننا وأخواتنا، لا تحكوا عن الناس ولا تحكوا للناس. لذلك تعلمنا دائما حكمة في السابق، بقول من ينقل لك ينقل عنك، من ينقل لك ينقل عنك. فإذا أردت أن تحمي نفسك احمي غيرك. بدك تحكي معي احكي عني، بدك تحكي عن الأخت جيبيها معك احكي أمامها، أما تحكي وهي مش موجودة طيب أنا ما يدريني. لابد أن تعطى هي الحق أن تدافع عن نفسها. لذلك الإمام الحسن البصري ينقل عنه قصة أنه جاءه زائر فقال له أريد أن أقول لك كلاما عن شخص. فقال له قبل أن تقول لي أسألك ما يلي، هل ما ستقوله لي خير أم شر؟ قال لا والله شر. قال هل أنت متأكد أن ما ستقوله لي عن فلان 100% حصل؟ قال والله ماني متأكد. فملخص الكلام يعني قال له شر وانت غير متأكد، لا تقول لي. وهذا يعني لما هو حافظ على سمعة أخوه سمعة أختها، ربنا سيرسل من يحافظ على سمعتك وسمعة أبنائك أو أهل بيتك. فمهم جدا إحنا كيف إيش معنى الإتيكيت، إيش معنى الذوق العام، هي بتصير كأنها بوليسي. كيف هلا أولادنا بالبابليك سكول لما يروحوا على الميدل سكول على الإلمنتري سكول، بيرجع الولد منصبغ صبغة جديدة، بتعلم إنه مثلا التراش بالتراش كان، السبيد ليميت معناته سبيد ليميت، يو شود نوت سبيد مور ذان ذا سبيد ليميت. بتعلم إنه يس مام، ثانك يو، يور ويلكم. هاي القضايا بتعلموها في البابليك سكول. كيف بتعلموها الأولاد؟ كيف؟ من خلال الإعادة والزيادة، بيعيدوا بيزيدوا، وهي بتصير إتيكيت، بتصير جزء من حياتهم. والتعليم اللي هي teach and teach and teach then re-teach to have your expectation، لأن الناس بتنسى. إحنا كمان في الجهل لازم نتعلم هاي القضايا، إنه في أشياء لابد أن تصبح policy، سياسة عامة. والقرآن والسنة ركز على هذه القضية، سمعة الإنسان وعدم اغتياب الإنسان، وفي حسد وفي بغض وفي هماز وفي لماز يلمز ويغمز ويمشي بالنميمة. هاي قضايا أمراض نفسية، لازم نحاربها. ومن هو اللي بيغمز وبيلمز أصلا؟ من هو؟ الشخص المريض اللي عنده مشكلة بصير يغمز بالآخرين أو يلمز بالآخر. وحنا سورة في القرآن سورة الهمزة، ويل لكل همزة لمزة، بيهمز وبيلمز حتى صار إيش يوصف بهذا، صار سمته مجبول على هذا. لا، إذا أنا في أخت من أخواتنا مريضة بهذا المرض لازم نعالجها كما تعالج الأبدان، النفوس أيضا تعالج، زي الحسد والعجب بالنفس والرياء والسمعة وأنا وأنا ودائما أنا وأنا 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 وأنا. إذا فيكي هذا المرض أختي لازم أول إشي نخبرها أنها مريضة بهذا المرض ونعالجها. العلاج يكون بالذهاب إلى المربين الذين يأخذوا باليد من ناحية أدب الرقائق التعليم. ومش غلط الإنسان يقول أنا غلطان، يا عمي أنا بدي مساعدة، أنا عندي هاي العادة السيئة وهكذا. هل من سؤال؟ بارك الله فيك.
طبعا لا نغتب بعضنا البعض، وهي موضوع الغيبة احنا بنعاني منها كثير. تشوف الوصف يعني بنعاني منها. كيف نوقف الغيبة؟ انا مثلا بنصحكم بنصيحة، كلكم لابسين خواتم مش هيك؟ مش هيك؟ في طريقة فعل من الإدارة بسموها to attach two skills together by doing something physically. يعني بنقول هذا الخاتم أنا بدي أشيله من هذا الأصبع وأحطه بهذا الأصبع وأربط معاه أن لا أغتاب. فبصير وأنا بحكي إذا بدي أغتاب بتذكر شو اللي عملته أنا فبوقف أغتاب. جربوا هاي الطريقة، جربوها، فبصير لا شعوريا أنت عم تتذكري شيء بشيء آخر. بسموه ربط مهارتين مع بعض من أجل تذكر شيء، وهذا ممتاز وبيخلي الإنسان. سيدنا عمر شو كان كاتب على خاتمه؟ كفى بالموت واعظا. كاتب على الخاتم تبعه يا عمر، كتب هيك كفى بالموت واعظا يا عمر، حتى دي يتذكر انه في موت كتبها. فاحنا تفضلي. ايه مشان اتذكر. واحنا مش غلط اذا الانسان كل نفس بما بل الانسان على نفسه بصيره. شايف حالك عندك نقطه ضعف في موضوع معين، اعملي هاي القضيه وشوفي انه بصيري تتذكري. ما تذكري حماتك هي مش موجوده، ولا تذكري كنتك وهي مش موجوده. ايه بروح للشخص اللي حكالي اذا بعرفه بواجهه. احنا مشكلتنا ما بنواجه، كمان عندنا مشكله في المواجهه. لا واجه، تساوي لمده اسبوع اسبوعين ولا تضل مدى الحياه. لانه انا اذا بدك تزعلي مني اسبوعين بترضي بالاخير، بس اضل انا حامل عليك وانت حامله علي، او مش عارفين انه حاملين على بعض، والشيطان ياتي لينفخ ينفخ ينفخ وندخل في الاثم. تفضلي سؤالك ستي. كل السن له ادب في الحوار، لكن ما معناته اني ما اتكلم معه. والله واحد اكبر مني عم يحكي علي كلام زوره بهتان، حتى لو كان كبير بروح له بس بادب بادب. سؤالك ستي. طبعا في اكسبشنز. يا الاكسبشنز انه يكون الهدف، ما الهدف؟ اني انا والله كمديرة وفي عندي إصلاح مشكلة في المدرسة ممكن أحكي، إذا كان الهدف لخير المآلات the result will lead to be something good. هذا تماما مثل ما سئل الإمام البخاري لما كان يتكلم عن الرواة، فكان يجرح الراوي المجروح، يعني راوي كذاب، يقول هذا راوي كذاب. فجاء بعض الأتقياء قالوا يا إمام ألا تخشى أن يكون هؤلاء خصماؤك يوم القيامة؟ عم تحكي عليهم. لأن يكون خصمائي أهون علي من أن يكون خصمي النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لي لما لم تذب عن سنة الكذب. فالمديرة في المدرسة اللي بتحكي عن صفة سلوك طالب أو سلوك مدرسة من باب الإصلاح منيح، أما من باب فضفضة، من باب والله تسلاي، لا ما بيجوز. فإنما الأعمال بالنيات. نعم تفضلي ستي. ضعف الشخصية، هذا بيكون ضعيف الشخصية، ليش ما يحكي؟ أنا بشوف هيك ناس كتير بقول لك طيب يا أخي هو شوف، بقول لك فلان عم يغلط، فلان مش عم يحكي صح، هو مش عم يشتغل صح، طب روح قل له، ليش عم بتقول لي أنا؟ أنت عم تحكي مع الطرف الخطأ، مش أنا هو أي هناك مكتبه هناك واسمه فلان، وأنت عارف. Go and talk to him. احنا عدم المواجهه مسبب لنا مشاكل. انت بتكتم تكتم تكتم، بتصير تحكي مع الشخص الغلط وبتصير تغتابه وتنمه وتحكي عليه، في حين لو انك رحت في نفس اليوم اللي عمل معك الشيء اللي انت غضبان منه وفتحته في الموضوع. والله يا اخواتي اريح لنا، احنا بتنفس خلص اللي في قلبك بتنفسيه، شو ما صار يصير، المهم انا ايش عملت اللي علي، حكيت. لانه اذا ما حكيت بنسميه احنا بصم يكتم 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 يكتم. مين اللي بتضرر؟ انت اللي بتكتمي، انت اللي عم تتضرري، هو ولا يمكن ولا على باله. بصير بين الحماه والكنه، وحده بتكتم وحده بتكونش مهتمه، اللي بتكتم هي اللي بتمرض. ساعات بتحكي للبني ادم وكانه يا فلان انت قلت كذا وكذا، يا فلان
أبرأتي أبرأتي ذمتك أمام الله، أبلغتي. طيب إذا صار هذا الكلام جيبي شاهد معك المرة الجاي، شاهدي حدا تاني برضو بدنا نتعامل مع القضايا step by step. طيب إذا أنت ما صدقتني، هاي أمك موجودة اسمعها، هاي أختك موجودة اسمعها، هاي أختي، هاي جارك، هاي صاحبك. يعني كمان الإنسان حتى ما أكون أنا متجني بدي أثبت للطرف الآخر بالدليل والحجة، وهذا تكلمنا عنه يمكن في دورات من الدورات. أقم الحجة على السلوك غير المرغوب. إذا كنت في مؤسسة بتقول تعال شوف البوليسي، this is our policy، هلا هذا برهان ما حينكره policy. إذا الموضوع ديني شوف ربنا شو بيقول في القرآن، شوف الحديث شو بيقول في السنة. إذا كان الموضوع اجتماعي شوف عاداتنا وتقاليدنا، إحنا المصريين إحنا السوري وهكذا. فدائما we have to prove، لأنه claiming is easy and free، الادعاء لا يقام عليه حجة، لكن لما to prove it هذا هو. نعم. الشخص اللي بيجي يحكي لك اول مره بصير يهابك ثاني مره، يعني انت لما تصد تحكي له ما تحكي هذا الحكي هو ببطل يغتاب الناس اصلا قدامك. يعني بدها كمان بدها لياقه، بدها لياقه. ما اقول له ما تحكي هالحكي، بدي انا كمان ارشده بالحب والهدوء. ويا ابني اذا كان ابني، يا اخي اذا كان اخوي، يا اختي الكريمه اذا كانت اخت كريمه. يعني كمان احنا يا اخوات مرشدين، المرشد بده يكون عنده عاطفة حنية على الشخص اللي أخطأ. بالنهاية هو إنسان، ما في إنسان كامل تماما كالمريض، في مريض وفي مرض. أنا بحارب المريض ولا بحارب المرض؟ أنا بحارب المرض مش المريض. المرض، فما بدي أقتل المريض، لا بدي أحارب المرض، بدي أضل على قيد الحياة. نموذج من نماذج السنة المباركة اللي حدث بين سيدنا أبو ذر وبلال ابن رباح. أبو ذر صحابي وبلال صحابي. بلال فعل فعلا أو تصرف تصرفا، فأبو ذر غضب فوصفه بوصف ما يليق أن يخرج من مسلم، فعيره بلون بشرة والدته. فلحسن حظ بلال ولحسن حظ أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا وسمع ما قيل. الآن كقائد للدولة لا يمكن أن أسمح أن تمر هذه الحادثة دون ماذا؟ تصويب. والتصويب أحياناً ممكن أنا أجرح أو أقسو في التربية من أجل الرحمة. يعني أقسو وأنا أرحم، أقسو من أجل مصلحة الطرف اللي غلط. مش دائماً لازم أطبطب. إيش يعني أطبطب؟ معلش ومش مشكلة وبهدوء. لا، أحياناً بدي أكون straight forward وأحكي بحدية شوي لمصلحة، لأنه حسب حجم الخطأ وهذا خطأ يعني كبير جدا. فقال له يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. ما قال له كفرت، لا، أنت ما زلت مسلم، لكن هذا السلوك اللي أنت تصرفته لا ينبغي من تصرفات الجاهلية. فعلى طول أبو ذر clicked in his mind، صحي من غفلته. كلياتنا على فكرة أحياناً بنغفل، أحياناً الجانب البشري الطيني الإنساني بيغلب على الإيمان، طبيعة أو الشهوة أحياناً تطغى. فعلى طول صحي، ذهب إلى بلال وتعذر منه، وتعرفون القصة. إذن هذا مهم، ما أصف الناس بأوصاف. لذلك من السنة أن ننادي الإنسان بماذا؟ بأحب الأسماء إليه. شو أحب اسم إليك؟ أنا بناديك فيه. أما أناديك يا أم طويلة، يا سمينة، أو يا قصيرة، أو يا يعني يا أم في ألقاب مؤذية مؤذية مؤذية، أو ناديها باسم أمها أو اسم أبوها، يا بنت فلان. لا، من السنة أن ينادى الإنسان باسمه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي زوجته عائشة بماذا؟ يقولها يا حرمة، ولا يا ولية، ولا يا حجة، ولا يا مرة. بس مع ناس بقول لك يا مرة لها اسم. حتى بعض الأخوات ما بتحب تقولها يا أمي محمد، بقول لك كبرتني،
مش هيك؟ في العكس بيقبلوش الاسم، بيقبلوش الا ام فلان. هي شو بدها بناديها؟ بدك اناديكي ام محمد ماشي، اناديكي عائشه ماشي. نادوا الاشخاص باحب الاسماء اليهم. هذا من سنه الرسول صلى الله عليه وسلم في علاقه الانسان بالانسان، له اسم، له اسم. وقضيه انه ما بذكروا اسم الام واسم البنت هذا زمان، هاي قضيه ثقافيه وليست دينيه. بالعكس الاسم شرف، والاسم عنوان. Your title is your name. تفضلي ستي. هلا مثلا انت صغير بتقبل عمك حجي، رجعت بقول لك يا حجي يا حجي. طب انت صغير تلاقيها كبيره كثير عليك بقول لك يا حجي. ايه ما اذا هو مش حابب ما تقولي له يا حجي، قولي له يا احمد. خليه يعني نادوا هيك. السنه بتقول نادوا الاسماء، نادوا الاشخاص باحب الاسماء اليهم. هو شو بحب تناديه؟ نادي خلص. وهذا شيء طيب انه هو بده هيك. اما انا في ناس لا ما بيقول اسم زوجته بينه وبينها، ما بقول قدام الناس، بينه وبين زوجته بتلاقي دائما يا مره يا حرمه يا وليه يا حجه. طيب لها اسم، لها اسم. بالعكس انا لما اناديها باسمها هذا من دواعي التحبب بين الزوجين. ناديها باسمها وهي تناديك باسمك. واذا بدك هي حابه تناديها بالكنيه يا ام احمد يا ام خالد، بينك وبين زوجتك اتس اب تو يو. شو انتم بتحبوا نادوا بعضكم البعض. ايضا هذا من ادب العلاقات الاجتماعيه في الاسلام، والسنه النبويه ركزت على هذه القضايا. يعني ابو هريره، تفضلي ستي. شكرا، سؤال جميل جدا. الحل ان تبقى العلاقه بيني وبين ابني دائما قائمه على الموده والمحبه، ودائما اكون قريب من ابني واهتم باهتماماته واقحم نفسي في حياته بطريقة سلسة، وأبني ثقة بيني وبين ابني. مهما كان عمره لازم يكون في ثقة متبادلة، بمعنى ما يخاف مني من أجل العقوبة، حتى ما يصير يخبي علي، ما بصير يكون العلاقة علاقة عقوبة وتخويف. بالعكس أعطيه ثقة، إذا صدق ما تعاقبي، وإذا كذب مشي أول مرة وثاني مرة. يعني خلي يكون عنده الجرأة إنه أنا وأبوي صحبة، بدي أحكي لأبوي، بدي أحكي لأمي وأعلم. والتعليم اليوم لجيل اليوم بدوش بس أقعد معه على طاولة وأحكي معه. هذا الأسلوب الآن ما حينفع مع أولادنا. أنا طبقت وعم بطبق وعم بتعلم أسلوب أورجيه مقطع فيديو ثلاث دقائق دقيقتين، بيعطي فكرة. يعني في السند الماضي كان عندنا سند سكول، فشفت مقطع على الفيديو دب ام ودب صغير ابنها عم بتسلقوا جبل من الجليد. شوف بعرفش اذا شفتوه، بوصل الجميع. فحطيت المقطع انه الطفل في المره الاولى وصل almost عند امه، بعدين سحسل ايش مؤاد حسحسل زحلق الى اسفل الوادي، فحاول مره اخرى الى ان وصل الى امي. فالتعليق بيقول don't give up. فحطيتها للأولاد في الساندر سكول، قلت لهم يلا I need your comments about this club. فوصلت الرسالة إنه أنت كطفل بتتعلم من خلال الميديا أشياء. ممكن لو أقعد أحكي محاضرة إنه don't give up يا ابني يا علي، نص ساعة أحكي له ما حيأثر فيه زي ما شاف المشهد. فإذا إذا إذا شفنا أشياء تصلح في توصيل الرسائل ليش لا. والمشاهد القرآنية ما هي عبارة عن مشاهد 3 dimensions. فحلو نستفيد من الميديا، شوفي بالميديا أشياء ممكن تفيدنا نتواصل فيها مع أولادنا. وأنا بتمنى في إطار هذا السؤال أن يكون لنا لقاء يومي مع أولادنا، لو 10 دقائق نجلس في البيت أمام التلفزيون، نكون محضرين مشهد نشوفه مع بعض، نعلق على المشهد حتى لو كان مشهد سلبي نشوف. لأنه أنا كمان بدي أحصن ابني سلبيا وإيجابيا، بمعنى أورجيه الغلط وأورجيه الصح، أورجيه إيش الناس اللي صار معهم الغلط شو عم يحكوا. يعني مثلا موضوع التكستينج while you are driving، في صورة سيارة محطمة تحطيم كبير كامل، فحطينها هيك ولك don't text while you are driving. هاي لحالها بتوصل رسالة. في مقطع آخر بنت صار معها الأكسيدنت وتكسرت وتشوهت، كمان هذا بورجيه لأولادي اللي بسن سياقة السيارات. فكل جيل له أسلوب.
وبالنهاية أختي الكريمة الهداية من رب العالمين، لكن أنا مش لازم أعمل اليأس، ما لازم أوصل لليأس، ولازم keep trying trying وteach وcommunicate. بس مهم جدا أختي الكريمة، لازم الrespect. The moment that you disrespect your kids, you will lose them. لازم أعمل احترام لإلهم وأنزل لمستواهم وأسمع لهم وأسمح لهم، أسمع لهم وأسمح، لأنه إذا بقول ممنوع ممنوع ممنوع، طبعا الأشياء اللي مش حرام، ممنوع 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 ممنوع، حيصير يعملها وأنا إيش غافل. لكن مش غلط والله أخذ أولادي أنا وروح نتفرج على فيلم سينما، في السينما نزل جديد فيلم كرتون أو فيلم ما في ما يغضب الناس، من باب إنه أنا مش منعزل عن المجتمع، أنا I'm living in the society. أو يطلع مع أصحابه، أنا بعرف أهليهم عارفين شو وين بيروحوا، يعني we have to be flexible. وبنفس الوقت ما ببرر الغلط، الغلط بدي ينعرف إنه هذا غلط، وطبعا الأسلوب كله بالأسلوب، الرحمة لازم تكون عامل، والدعاء والدعاء لأبنائنا وبناتنا أختي، الدعاء نعم، وصلاحنا إن شاء الله يثمر لهم في المستقبل. وكان أبوهما صالحا. نعم. وقد لا ننجح بعد كل هذه المحاولات، يعني تعليقا على سؤال الأستاذة، قد لا أنجح مع كل أبنائي بنفس الدرجة. يعني كلياتنا معظمنا عندنا أبناء في سن سنين نفس الطعام ونفس الشراب ونفس الأسرة ونفس الأب ونفس الأم ونفس التعليم ونفس الأسلوب، لكن هذا يخرج هكذا وهذا يخرج هكذا. في النهاية في أشياء لا نملكها، لا نملك السيطرة عليها، لكن على أقل الإنسان أعذرت إلى الله أمام نفسي أنا عملت واجبي. وكمان مهم أختي الكريمة إذا سمحتي لي، الاتفاق بين الزوج وزوجته، بصيرش أنا أشد وهي تشد، بصيرش أنا أرخي وهي ترخي، بصيرش أنا أقول آه وهي تقول لأ، أو هي تقول لأ وأنا أقول آه. أولادنا بيكشف تناقضاتنا وبيصطادونا بهاي التناقضات. They are very smart. They are very smart. فلازم يكون في اتفاق بين الزوجين قبل ما نبدأ في الموضوع. أنت شو دورك؟ أنا شو دوري؟ مشان بالأخير نوصل لحل وسط. نعم، تفضلي. لا، البيئة اختلفت أختي. البيئة اختلفت. يا البيئة اختلفت. المجتمع اختلف. المتطلبات الحياة اختلفت. يعني أنت في زمنك لا كان عندك إنترنت ولا تلفون ولا سيارة ولا غرفة خاصة فيكي. اليوم اختلفت. مش بالضرورة تكون هي السبب، هي تحدي، هذه تشالنجز. هلأ كيف أنا بس أحسن استخدامها تكون لمصلحتي، إذا أسأت استخدامها بتكون مش لمصلحتي. بس بتوازن أختي، إحنا مشكلتنا بنفقد التوازن. بدي أحسن ما يكون في المدرسة، بس فين اباء بقول لك انا بدي بس جود جريدز. طب السلوك، الاخلاق، العلم، الدين، الحياه الاجتماعيه، ما حد، في ناس ما بيركزوا على قضايا، فهو بسموه امبالانس. لا، انا بدي اعيش ابني في بالانس، متوازن في كل القضايا، اجتماعيا، سلوكيا، حتى عاطفيا، الاتزان العاطفي، الاتزان الانفعالي. لما يعصب كيف لازم يتصرف؟ وتعلمت هاي القضيه من مدرسه بنتي في الالمنتري سكول، بيستخدموا هذا الأسلوب. إذا بنتك عندها مشكلة، ما بقولوا لها إنك عندك هاي المشكلة، بيجيبوا لها ورقة وبقول لها اكتبي كيف ممكن تساعدي طفلة عندها هاي المشكلة indirectly. فحلو الفكرة إنه أنا وصلت لها الرسالة بدون ما أقولها إن هاي الرسالة لإلك. عندنا طالبة، تخيلني إنه عندك طالبة عندها مشكلة إنها مثلا بتكذب على أمها مثلا، في سن معين الأطفال بيكذبوا، فأنا شو كيف بدي أوصل له رسالة إنه الكذب مش منيح؟ بقول له يلا شو رأيك تكتبي يا فلانة رسالة تنصحي فيها بنت بتكذب على أمها؟ فهي حتكتب، حتكون صادقة مع نفسها لأنه الآن هي عم بتقدم أفضل ما عندها. فإنديركتلي هي وصلت هالرسالة بدون ما أجرح مشاعرها، بدون ما أقولها أنت المقصودة، بدون ما. هذا أساليب في التعليم حلو إنه الواحد يجربها ويستخدمها. yeah. زي مثلا مرة بقول يعني في أسلوب إنه بدك تخلي ابنك يشرب حليب. هو دائما أولادنا أحيانا بيرفضوا الحليب، فأعطونا أسلوب في التربية إنه تقول له بدك الحليب في الكاسة الحمراء ولا الخضراء، فكأنك تلزمه أن يختار أحد الخيارين. فبيجي واحد أزعر يقول لك لا أحمر ولا أخضر، لا هاي ولا هاي.
فيعني حسب طبيعة الولد بدي أتعامل معها. وفي الأخير في أولاد بيعجزونا. إيه؟ بقول له شو بدك لون؟ بدك تمشي معاه ستيب باي ستيب، يعني بالأخير أنا بدي أخليه يشرب الحليب. نعم. سؤال آخر. نعم. باقي معنا 4 دقائق كأنه. مثل عندنا بقول إن كبر ابنك خوي. لا إحنا بنخويه قبل ما يكبر، وهو ابن 2 سنين بنخويه. المصاحبة من الصغر، بدناش أسلوب أفضل أسلوب الثقة المتبادلة، وإنه يا بابا ما في إشي مخبى، وأنا أنا بتعلم منك زي ما أنا بعلمك كمان أنا علمني. هذا إشي كتير منيح، يحس الولد إنه أنا I can teach my parents why not. أو ممكن إنه نركبه معانا مرة ونركب معاه مرة، يعني كمان يشوف الماضي والحاضر. مش كل القديم ما بينفع، بالعكس أشياء في القديم. المثل شو بقول، هاي منبع الأمثال، اللي ما إله قديم ما إله جديد. لا، بدنا القديم المنيح، ما بدنا القديم اللي مش منيح. شوفي، بدي أعطيكي هالحكمة أختي، أعطيكي هالحكمة. كان دكتور عراقي اسمه عماد الدين خليل، كان بيقولنا لا تقولوا هذا أو هذا، أزيلوا الهمزة، هذا وهذا، هذا وهذا. إنه مش لا أبيض لا أسود، لا التنتين، لا حماتك لا مرتك، لا التنتين. ليش لازم يكون في الخيارات؟ لا، مع بعض إذا بيقدروا يمشوا مع بعض. لا بتكوني مسلمة لا بتكوني أمريكية، هيك عم يطرحوا. You can't be American Muslims. لا I can. Where is the problem? I can combine. I can manage. فهي اللي تعطيني خيار، لا هاد لا هاد، احيانا بيكون ظلم للتنين. يا فخلي البسكليت الله يرضى عليك. مزبوط، بس مش معناته الانفصال التام. لا، في إشي اسمه بختار الانتقاء، خير ما كان في الزمن وخير ما كان في الحال، مع بعض بيطلع باكج جديد ان شاء الله تعالى. طيب اختم، احنا 145 اختم بدقيقه، انه الإسلام والسيرة والسنة النبوية كانت في أرقى المناهج البشرية في التعامل مع العالم، التعامل مع الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحتل العقول، يفتح العقول قبل أن يفتح الحصون من خلال المعاملة. من القضايا التي كانت يعني تسجل، أولا إذا صافح إنسانا يبقى ينظر في عينيه احتراما، ولا يترك هو حتى يترك الطرف الآخر، ويشعر الطرف الآخر أنه يعرفه من زمن. شوف كيف في 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 نقل المشاعر من خلال المصافحة، من خلال الابتسامة، من خلال النظر إلى عين المخاطب، ومن خلال السؤال عنه. وكان يسأل عن الأطفال، وإذا مر بطفل مازحه وسأل عنه، وهذا جميل جدا. حديث المشهور يا عمير ما فعل النغير، لما مات العصفور وعمير كان زعلان، فالنبي جلس معه عليه الصلاة والسلام وسلى واسى وما شابه. فمهم أخواتي، وخاصة في البلد هون إحنا عبارة عن دعاء، فلابد نملك الجرأة نحترم أي إنسان لأنه إنسان، ولا ننظر إلى الاعتقاد ونبني أحكام مسبقة. لأنه مش مسلم معناته هو مش منيح. مين اللي قال هيك؟ مين اللي قال هيك؟ ما في مسلمين مش منيحين. لا، الإنسان إنسان. الأخلاق عبارة عن مرآة للعقيدة. طبعا ممكن المسلم يكفر، ما له علاقة. فبدنا نكون خير سفراء لديننا ولثقافتنا. والقضية مو سهلة، بدها to feed yourself، لأنه فاقد الشيء لا يعطي. لازم أنا أتعلم وأعدد مصادر التعلم، وأرتقي بمعلوماتي وأرتقي بنفسي، وأوصل للناس اللي بقدر عليه بأسلوبي. كل إنسان له أسلوب، ما بقدر أخلي الناس كلها نسخة عني، وهذا مش صحيح. لازم كل إنسان بثقافته بأسلوبه، لكن في أشياء مشتركة لا يجوز التنازل عنها، إنه ما بكذب، ما بغش، ما بغتاب، ما بنم، ما بخون، ما بطعن في الآخرين لمصلحة شخصية، اللي بسموها إنه أنا أستخدمك مشان أوصل لأهدافي. وسبحان الله، تستطيع أن تخدعي بعض الناس كل الوقت، وتستطيع أن تخدعي كل الناس بعض الوقت،
لكن لن تستطيع أن تخدعي كل الناس كل الوقت، إلا ما يجي وقت ينكشف الإنسان فيه. فأتمنى إن شاء الله ربنا يرشدنا إلى سبيل الصواب والرشاد ويعلمنا. وأنا أنصحكن بالقراءة، اقرأنا وتثقفنا واستفدنا من أوقاتكن، خاصة لما عندها وظيفة. يعني أنت محظوظة أن عندك في 24 ساعة ملكك. حاولي اجعلي زاوية في البيت اسمها زاوية القراءة. يعني أنا مرة كنت بفكر هيك، بقول عندنا غرفة نوم في البيوت، وعندنا غرفة طعام، وعندنا غرفة جلوس، وعندنا غرفة ضيوف، وغرفة ميديا، وغرفة غسيل، وغرفة خزين، بس ليش ما نعمل غرفة قراءة ونخليها قراءة وصلاة؟ فكرة رائعة جدا في البيت هذه، غرفة القراءة. وصير الطفل عارف خلص انه في، زي ما في غرفة طعام في غرفة قراءة، ننتقل كلياتنا على الغرفة زي ما بناكل بغرفة الطعام، يلا غرفة القراءة تكون فيها طاولتين مع كراسي مثلا، وفي مكتبة صغيرة، يلا هاي قصتك، هاي مجلتك، نصف ساعة وربع ساعة اقرأها وبعدين بدك تلخص لنا إياها. هذا إذا في وسع في بيوتكم اخترعوه، كتير بفيد الجيل، وخاصة طفل ابن 4 5 6 7 لغاية 10 سنوات تكبر معاه القضية. ممتاز، فكرة يعني فكرة جيدة، ليش ما نطبقها؟ الإخوة الباكستانيين عندهم هاي العادة، عندهم في 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 بيوتهم مكان للصلاة، احنا خلينا نضيف مكان للقراءة. مين هذا؟ للضيوف. طب الضيوف بيجوا مرة بالسنة، مرتين بالسنة، ليش ما نستخدمها؟ لا ممنوع، ولازم تضلها مسكرة ونظيفه. فهي عبارة عن عقلية تعامل مع فلا، جزء من البيت غير مستخدم أنا بستخدمه، ولما يجي الضيف أهلا وسهلا. هي المنظومة التعليمية ما كانت تتبنى هاي الفكرة. اليوم إحنا ربنا أكرمنا بهالبلد إنه عندنا حرية، فلتصيغي ما تريدين أنت في بيتك إن شاء الله، لتعلمي أبنائك وما تملوا، ولا تقولوا في الشيء أمل. ابن عطاء الله السكندراني أو السكندري بيقول إذا قلت أنك وصلت في الحقيقة أنت توقفت عن الحركة ولم تصل. فما تقولوا ما في أمل، لا، دائما الأمل موجود إن شاء الله. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.